حركة طالبان الباكستانية تتلقى ضربة قوية بوقوع لطيف محسود أحد كبار قادتها ونائب الرجل الأول في الحركة حكيم الله محسود في الأسر بيد الأمريكيين في عملية عسكرية على حد قول وزارة الدفاع الأمريكية، التي أوضحت أن هذه العملية تمت بمقتضى القانون الذي يتيح منذ 11 من سبتمبر أيلول من العام 2011 استخدام القوة ضد عناصر تنظيم القاعدة. محسود قائد كبير في حركة طالبان باكستان وكان مقربا من زعيم الحركة حكيم محسود. هذه الحركة أعلنت كما يعرف الجميع مسؤوليتها عن عملية تايم سكوير بالمتفجرات عام 2010 وأرادت الهجوم أيضا على الأراضي الأمريكية. الهجوم على تايم سكوير بالمتفجرات كان عملية فاشلة. القبض على لطيف محسود يكون قد تم في إقليم لوغان حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قبل أسابيع، عندما كان ضمن موكب حكومي أفغاني في خضم محاولة إقناعه من طرف مسؤولين أفغان بالانخراط في عملية السلام التي يدعو إليها الرئيس حامد كرزاي. وقالت الصحيفة إن كرزاي اعتبر العملية انتهاكا لسيادة بلاده.